نبداو بهذا الجزائري اللي كيعلق على الخساره ديال الجزائر ضد المغرب. اسمع. جابوا لهم الجيش شبعوهم بالوطنيه تاع الكذب وزادوا داوهم للمسجد شبعوهم بالرقيه تاع الامام الكذاب ومع الاخر خسروا 3-0 مع المراركه. 3-0 لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. اليوم غادي شوفوا تفرشقوا بالضحك اليوم. كملوا معايا هذه الحلقة هذه وغادي تشوفوا شنو عاوتاني. ولكن تيجي واحد ديالنا عرفتي شنو كيدير لهم. اسمع 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 والله إلا بالله. تحياتي السر رمضاني. وعرفتي راه شحال صعيبة يكون عدوك غبي. أنا أتوقع منه أي حاجة. غبي. وأنا شخصيا كأتوقع من الجزائر أي حاجة. الحمق كيشير بالحجر انت جالس باب دارك هو كيشير عليك ولكن راه فاش يقلدوا فاش ينسخوا تريكو خارج الضوابط ودوله ماشي واحد كيبيعوا في في الفيستير زعما حنا جبنا لكم شي حاجه راه هذا الشيء اللي داروا راه هما سي عمر راه سطاو على التاريخ والشهداء ديالهم وبزنسوا فيهم ردوهم داروا ليهم نسخوهم ردوهم 6 مليون خليو داك التوني ديالنا حنايا ما خيس خليو لا شوف التوني ولا الخريطه هادو امور ديال المغرب اش قلت لك ينقلب السحر على الساحر والغباء على الغبي لانه هذا الشيء كيفيق المغاربه اكثر واكثر باش ينتبهوا ويتحصنوا ويردوا البال اما الجزائر الا جات عليها والله القسم الا ممكن دير اي حاجه لازعاجك شتي راه بحال داك اللي كتكون مستاسيوني الطوموبيل ودوز واحد يكرطها علاش الله اعلم كاينه كاين اللي هو هكاك مريض يبغي غير يزعج ديك الدوله العملاقه اللي تيحسد المهم شوف الهضره بزاف ولكن اليوم ما جيتش نهضر انا اليوم ما جيتش ندوي انا اليوم رياكشن الرياكشن مع واحد الخينا راه تراو عليه البارح واحد الخينا ديالهم اللي كان منوض هيلا عندنا في بركان وتيهضر بزاف ولا داك المدير الرياضي والله ما عارف سميته ما باغي نعرف سميته ها هو اسمع هذا فريق السياده تاعو واحد ما منعهم من الدخول هو حبيبي الشرف عليه يكون في لباس حالو نفضلك انت اللي سحبتي هذه عمليه ابتزازيه ونرفضها هذا بلد هذا بلد عنده سياده تمام بس حرف برضه داخل لازم يحترموها وما حدش داخل خلاص واش دارت لك الفيفا واش دارت لك الكاف واش دارت لك الطاس واش دارت لك وقال لك راه شوف ما قال لك ما قنعتهمش الطاس بغا يمشيو للطاسه حتى الطاسه قال لك بغا يمشيو ليها تي يشكيو ليها الطاسه طاسه والقرطاسه هاد خينا هذا راه هاد الحيحه اللي دار هنايا مع الصحافه ومع هادي هنايا في المغرب وكذا راه مشى لتمايا الغد ليه الصباح همي ماشي قالوها ليه ماشي وقفوه ولا قالوها ليه وحتى سمعها في الاخبار هو سمعها في الاخبار سمع في الاخبار بانه تم التوقيف ديالو رسميا رسميا شوف شوف شو ولا اهانه داروا ليه زعما راه لا حول ولا قوة إلا بالله هذا وطر التعسفي سير شكي بيهم سير 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 الطاس سير الطاس قول لهم راه تراو عليا سير شو واحد المريض شوف هذا النهار أنا راه غير مع الكراغيلة تنقولها لكم ديما كرغل برغل بنعمل بغل كرغل برغل بنعمل بغل كرغل برغل بنعمل بغل هذا هو الشعار ديالنا لكم ها هذا هو الشعار ها كرغل برغل بنعمل بغل بقاو معايا سمعوا هذا بونيف هذا خو بصبع نروحوا نجوا عندكم يتسقموا واحد تلبسوا قميص محترم ينزلوا نلعبوا الماتش الثاني القمصان نتاع الخميسات عفوا واش اسمه الفريق اللي جا والله ما راني نمثل واحد خينا رجي واحد الميتلي هذا عندهم هذا راه غادي يتبع داك بن قزديره راه غيتبع بن قزديره راه حتى هو هذا راه قول له يخوي قول له يخوي ديك الجزائر ما تيخويهاش ما كيمشي فين قول له يطلع لفرنسا ولا يطلع اسبانيا ولا يطلع هذا الله يا بابك تيقرقبوا عليك بالله يدروك ما داروا بن قزديره بن قزديره راه خرجوه دابا راه ماشي خرجوه في مره راه مازال المحاكمه ديالو راه غير حيت عنده اوراق تثبت بانه مريض نفساني واش نقول له لا يشافي يماك لا يشافي يماك واو 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 قال لك سيدي هانت اسمع شوف 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 اخبار المغربيه
على خلفية ملف احتجاز السلطات الجزائرية أقمصت فريق نهضة بركان بمطار الهواري بومدين في سابقة تنقلتها وسائل الإعلام عبر العالم، وهو ما حال دون إجراء مقابلة ذهاب النصف النهائي مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. قررت المحكمة الرياضية الطاس اليوم رفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الاتحاد الجزائري لكرة القدم بمعية فريق اتحاد العاصمة والمتعلق بخسارة هذا الأخير في مباراة ذهاب النصف النهائي أمام فريق نهضة بركان. بارك عليكم. شوف أنا غادي نزيد معكم، أنا باقي غادي معكم. هذا راه حنا عندنا قناة رسمية، والله ما تكون شي حاجة صحيحة ما تقال، ماشي بحال ديك الشروق والنهار ودوك القنوات الرسمية ديالهم هما والأكاذيب، وش نقول لكم، تبرهيش بمعنى الكلمة، والله لا تبرهيش بمعنى الكلمة. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. المريض هو المريض، المريض هو المريض. آه بركان، شوف شوف، برافو بركان، يحيى بركان. البراكنة فعلا شرفوا الكرة المغربية من طنجة العالية للقوير العزيزة بركان بلاد الوصول، كل شيء فيها معقول وبقدرة وبشانها. الله الله على البراكنة يا مشرفين بلادنا، الله الله يا على البراكنة اللي مشرفين بلادنا، الله 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 الله. نصري هذه بغيتكم تسمعوه مزيان، يطول شوية كنسمعوه كثير طبعا. مش عارف اقول ايه الصراحة، مش عارف أبدأ منين، ولكن اللي عايز أقوله حاجة واحدة بس، لو أنتوا فعلا وقفتوهم في المطار عشان هم التوني ولا التيشيرت عليه خريطة كاملة، الخريطة بتاعت المغرب كاملة، فأنا عايز أقول لكم حاجة، يبقى المفروض ما تخلهمش يلعبوا أصلا. الصح والمفروض ما تخلهمش يلعبوا، لأن هذه الخريطة مش موجودة على التونيات بس، ولا موجودة على تيشيرت لعبة الكورة بس، ولا موجودة في تيشيرت بتاع فريق نهضة بركان بس، لا ده موجود في قلوبهم، محفور في قلوب اللعيبة، محفور في قلوب المغاربة كاملة، بأن هذه الخريطة كاملة. تحية لك خير مصري، تحية لك. الخريطة من طنجة للجويرة بما فيها الصحراء المغربية كاملة، محفورة في قلوب كل المغاربة، مش لعيبة نهضة بركان بس، ولا فريق واحد بس، ولا فريق كرة قدم بس، ولا لا، ده من أصغر مغربي لأكبر مغربي هنا، هذه الخريطة محفورة في قلبه. فازاي انت النهاردة، يعني انا نفسي اعرف، انت من كام يوم قلت مندوب بتاعك قال ان احنا ملناش دعوه بقضيه الصحراء، وقضيه الصحراء هذه مشكله موجوده في الامم المتحده وهي اللي هتحكم فيها، واحنا ملناش دعوه وملناش دخل، واحنا ملتزمين الحياد. اين لك هذا، من اين لك هذا الغباء؟ انت راجل قلت انا ملتزم الحياد ومليش دعوه، ولا بمول ولا بدعم ولا اي حاجه، ولا عايز افرق الشعب، ولا عايز اقسم الشعب، ولا ودايما تدعي بالباطل بان انت حابب تجمع الشعوب، وانت مع فلسطين ظالمة او مظلومة، وانت يعني دايما. الفيديو طويل ولكن رجعوا سمعوا ليه، راه تبارك الله عنده ما يقول، هذا والله لا عنده ما يقول، مصري محب للمغرب، وتيقول غير الحقيقة، تيقول غير الحقيقة، ما تيقول شي حاجة اللي ياك ماشي مغربي بعدا، ياك مصري بعدا، وكونوا فاهمين، كونوا فاهمين. خويا القجع، الشبح خويا القجع، فوزي القجع، الشبح، الشبح اللي كيخرج ليهم بالنهار وبالليل، تيخرج للكراغيله، تيخرج الكرغل برغل بالعام البغل، فوزي القجع ولا هو فونطوم، ولا هو بوعو ديالهم، شحال كيتذكر من النهار عندهم، كيتذكر اكثر من استغفر الله عندهم. هاد الفوزي القجع ما بقاوش كيذكروا شي شخصيه مغربيه ولا شي واحد، ولا ولات على لسانهم غير فوزي القجع. قال لك هو المخرب ديال الجزائر، هو اللي زمط الجزائر، قال لك هو اللي تيعطي العلاقه الصحيحه الكونفدراليه الافريقيه والفيفا. قال لك سيدي الملايير، قالوا هما الصحافه ديالهم، قال لك بان فوزي القجع، فوزي القجع كيعطي النبق اللي كيعطي. حنا شوف، اسمع 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 شنو غايقول لك، اسمع.
لو كان كنا حنايا لو كان كنت انا كانت عندي هاد الثقافه كل كانت عندي هاد الثقافه نتاع انني نغلب مصالح نادي على اخر لو كان بديت بالنادي نتاع النادي اللي تربيت فيه واللي جيت منه واللي ما يمكن ليش نتنكر ليه وإلا تنكرت ليه خص الناس يعاتبوني واش حنايا ملي الأسبوع الماضي فتحنا ولد بركان فوزي القجاع ولد بركان تزاد كبر قرار في بركان ها ومحب لنهضة بركان وهو دابا رئيس الجامعة عضو في الكونفدرالية الإفريقية عضو في الفيفا كلمتو تسير على يماكم باش ما بغيتو طلعتو هبطتو فوزي القجع الشبه ديالكم يا المراد زيدكش هذا النهار والله ما بغيت نهضر على شي حاجه اخرى كاين ما يتقال فاتح ماي وهذه كلشي كيهضر قلنا حنايا نشدوها شويه في الكراغي الى فاتح ماي حنايا حنا بلا ما نبقاو حنايا عاد هذا عمي تبون اسمع اللي قالها كاع الناس تغلبني انا غير بطاقتي بطاقتك راح شوف فيها بلاصه اخرى ماشي هنا امور هذه انا صح راني مقلق بزاف منها مقلق نوصل ونوصل للشيء اللي باغي نوصله ان شاء الله بقدره الله عز وجل وبالرجال اللي كان لان يعني الدوله عندها رجالها ثاني كذا بوصبع كان انت ماطل الامور ضيعت وقت ما تجيبش نتيجه قال لك مقلق مسكين مقلقوا ما تقلقوا الناس وفوزي القجع وتكايس شويه عليهم وتكايس عليهم وراه بزاف هذا الشيء ولكن حنايا ما نساوش حاجه واحده اللي زعما كنامنوا بها وكان كنموتوا عليها ولا هي الرايه المغربيه الرايه كما قال المصري محفوره في قلوبنا لا ماشي زعما غير حيدناها من الكيطمات ولا حيدناها من التيفو ولا حيدناها من 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 الشاشه ولا هذه باش ما تشوفوهاش زعما راه حنايا رحنا محفوره الا شتي شي مغربي تخيل الخريطه المغربيه غير تشوف مغربي غير تشوفه فين ما شفتوه في التلفازه في التليفون في البيسي طيطاطيط دايز من طريق مغربي ما تيهضرش معك ما كيحملكش ما هذا تشوفه تشوف الخريطه المغربيه سبحان الله العظيم نزيدكم ولا بركه عليكم وقيل بركه عليكم وكاين شحال دابا وصلنا ليها والمهم راه حنايا غاديين شوف بلا ما نطولوا عليكم باقيش لا فيديوهات وش لا هضره على الكراغيله اللي شنقول لكم زمتهم المغرب زمدتهم النهضه البركانيه زمتهم المغرب زمتهم القجع زمتاتهم الكونفدراليه الكاف زمتاتهم الطاس زمتاتهم الفيفا وفين غاديين ومازال عندكم الوجه باش تهضروا ومازال كتقولوا راه الفتنه حنا كنديروا الفتنه ما الفتنه والفتنه هما اللي دايرينها النظام ديالكم العسكريين اللي خارج عليكم واش الناس ديال اتحاد العاصمه الجمهور ديال اتحاد العاصمه واش ما منحقوش يفرح بفرقتو ما منحقوش يتفرج في الماتش واش نتوما مع الشعب ديالكم ولا ضد راه حنايا شوفوا حنايا وكان هادشي يعني حنايا بلاصتكم وانتوما دخلتوا بالخريطه الجزائريه حطيتوا الخريطه الجزائريه اللي معترف بها الجزائريه اللي معترف بها في الكيطمه ديالكم والله ما نهضروا ولا نقولوا شي حاجه عادي جدا لان علاش لان حنا حطينا الخريطه ديالنا من الصحراء يعني من طنجة للقويرة ومعترف بها عالميا وهذوك الكلاب ديالكم اللي تيقول لكم شكون اللي اعترف سيروا قلبوا العرب افريقيا اوروبا امريكا استراليا واش اقول لكم اللي فيكم يكفيكم السلام عليكم.